لكشف التجاوزات التي اعتمدها البعض للحصول على إعانة صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية أفامبوس الخاصة بالسكن. الصندوق يشرع مجددا في توزيع هذه الإعانات بعد عملية غربلة الملفات. الآن عندنا أكثر من 6400 ملف على مستوى القطر الوطني اللي هي في طور الدراسة تاعها، بها يخرجوا ليزيكسبير فرونسي. والعملية الحمد لله باشت بالخير أوليو دو كونستانتين على مستوى مدير جاوي تاع قسنطينة، عندنا مدير جاوي تاع الشلف. الإعانات اللي عندو بيلافون تاعو أكثر من اللي باقي أكثر من 70% يدي مباشرة 50 مليون تاعو. هذا اون فوا يبين ليكسبير فرونسي، دونك يسيب اللي مازالت ولا الدار أو كل شيء باين واضح. فبالتالي وعندنا أكثر من 13000 طالب هادو جازو في لاكوميسيون عندنا، لأن في الإجراء عندنا اللجان يفوتوا عليها، هادو فاتوا في اللجان من قبل. هذو 13000 غادي يتعاود غير البيفي تاعهم برك، وعلى مستوى المدير الجهويه ما يجيش حتى للعاصمه. المدير العام في تصريحات للشروق نيوز اكد ان الاجراء تهدف في الاساس الى حمايه المال العام من بعض المحتالين، وان الصندوق لم يجمد ابدا هذه الاعانات. فيما يخص سنه 2016 الصندوق قدم اكثر من 21000 اعانه على مستوى القطر الوطني بمبلغ يفوق 10 ملايير دينار، يعني اكثر من 1000 مليار سنتيم. منها أكثر من 11000 فيما يخص السكن التساهمي، وتقريبا تقريبا 9500 وحدة في يخص بناء الريفي. هذا دونك درنا إجراء ونعاودنا شفنا باللي اللي باقيين لي كروزور على صلاح طابو تاعو يدي 50، أما الآخر الثاني على حساب تقدم الأشغال عنده بالي تاع 20 مليون، وكان تروازيام بالي 15 مليون، وكان دابا براتيكمون كمل هذاك ما يديش. عقلنة النفقات وحماية المال العام أصبح مع الأزمة الاقتصادية أولوية الأولويات للتخفيف من الأعباء من جهة، وحتى تذهب أموال دعم الدولة إلى مستحقيها من جهة أخرى.